صفقات الزمالك الأول قبل الصفقات، خوسيه جوميز مدرب برتغالي كان على رادار الأهلي من كام سنة لكنه اعتذر لأسباب عائلية، والنهاردة الزمالك بيتعاقد معاه مع صفقات كتيرة في مراكز يعني متكررة بعض الشيء، لكن هناخد رأي الكباتن. محمد عاطف من طنطا، ناصر ماهر من مودرن فيوتشر، الأوغندي مش الكونغولي الأوغندي ترافيس موتيابا، عبد الله السعيد من بيراميدز، سيف فاروق جعفر من بيراميدز، مهاب ياسر من الداخلية، زياد كمال من إمبي، ياسر حمد من نورث إيست يونايتد الهندي، أحمد حمدي من مونتريال الكندي، ومحمد شحاتة من طلائع الجيش. وكمان الزمالك استغنى عن مجموعة كبيرة من اللعيبة، محمد عبد الغني اللي طار على البنك الأهلي، عمرو السيسي على فيوتشر، عبد الله محمد وعلي ياسر اتنين من الناشئين طاروا هم كمان على فيوتشر، محمد طارق للمصري بورسعيدي، أحمد رفاعي للإسماعيلي، حاتم سكر للإسماعيلي، كريم عبد الحق عارة للترسانة، مصطفى شكري للسكة الحديد، محمد حسام بيسو للسكة الحديد، أحمد زكي لزد، وأخيرا عبد الله جمعة لبلدية المحلة. أستاذ حسن، التعاقدات، خليني أبدأ معاك الأول بالمدير الفني خوسيه جوميز. المدرسة البرتغالي نجحت في مصر، لكنها زي ما نجحت في كمان ناس جم وفشلوا. فهل التعاقد في مصر مع المدربين الأجانب بيبقى برؤية ولا بيبقى وفقا للبادجت؟ البادجت نمرة واحد، قبل حاجة قبل أي حاجة والسي في أوكي ده يعني، لكن الرؤية لا. انا بتكلم بشكل عام. بشكل عام انا فاهم. يعني ايه رؤيه؟ يعني انت تجيب المدرب هو عارف الكوره بتاعتنا او شافها ليه راي فيها. طب ايه اللي بينقص اللعيب المصري؟ ايه اللي بينقص الفريق المصري؟ ايه اللي ناقص عندنا؟ وايه اللي احنا كويس عندنا؟ مش دلوقتي مش كفايه تقول اصل احنا لعيبتنا كلها حريفه. لا ده مش كفايه خالص. ده زمان الكلام ده. لا مش كفايه خالص. لعيبتنا تقدر تلعب 120 دقيقه بنفس القوه دي بنفس اللياقه دي. دي حاجات مهمة جدا. وهناك وسائل طبعا، منها مدرب الأحمال، منها القياسات، منها الأرقام، كل الحاجات دي. فلازم يبقى عنده هذه القدرة أنه يخلي اللعيب بتاع نادي الزمالك يجري بسرعة، يلعب كرة كويسة بلياقة كويسة وهكذا. أنا مش هقدر أحكم عليه إلا لما نشوفه عليه. يعني ممكن مانويل جوزيه ينجح مع الأهلي ويروح أنغولا ويروح إيران ثلاث أربع أماكن ما نجحش ولا في حاجة. فإذا بدري شويه صح، علشان ايه الناس تحكم من دلوقتي. تقييم الناس حكمت بالارقام اللي فاتت، تجاربه هنا وحشه وهناك وحشه وحاجات كده مالهاش علاقه، لان زي ما حصل مع فيتوريا احنا قلنا قبل ما كاس الامم لعب 14 مباراه وراح وكسب 13 وتعادل واحده وخسر واحده وحاجه خسر واحده ومش عارف ايه وريكوردز جميله. تقييمك الحقيقي صح عليه كان ماتش الجزائر وماتش بلجيكا، غير كده بيلعب مع فرق يعني احنا نلعبها طبعا تونس وتونس كمان ماشي. انت غلطت تونس لا انا قصدي لا يعني الماتشات الجامده اللي انت بتاعها بالظبط. والجزائر انا شايف انه ماتش لعيبه برضه يا استاذ حسن، مش ماتش يعني كان ماتش لعيب. لا كان في جري وكان في يعني شغل كتير، حسيت ان اللعيبه هي اللي نازله تغل. لكن كانت مباريات قويه تقدر تقيم. انما 14 ماتش وما اتغلبش ومش ده كلام الحقيقه. عشان كده انا بقول مش الارقام، المستوى الحقيقي، المستوى اللعيبه ده بتجري قد ايه، بتبذل طاقه شكلها ده بدني شكله ايه، دي حاجه مهمه جدا. مدرب مدرسة البرتغاليه هي مش منتشره في مصر بس، هي منتشره في الشرق الاوسط كله او يعني في دول عربيه كتير. عندنا احنا لما بحاجه بتنجح بنروح فيها. لا مش كده، احنا سالنا نفسنا ليه المدرسه البرتغاليه، يعني ليه مش المان مثلا؟ حد بيسال الاسئله دي قبل. عندك اجابه؟ طب يا استاذ حسن ليه مش الطلاينه؟ ليه مش الاسبان؟ ليه الطلاينه؟ مش الطلاينه والبرتغاليين والفرنسويين والاسبان قريبين من الكره بتاعتنا، لان ده حاجه لاتيني، مدرسه لاتينيه في اوروبا. كره على الارض فيها شويه مهارات. لكن التانيين عايزين قوه وسرعه وصحه ولياقه، اعتقد دي حاجه. الحاجه الثانيه غاليين جدا. هو قال لك جدا. طبعا مش هيجي لك يعني. كانت الارقام مدفوعه كتير. ارقام انت بتختار القريب منك، القريب ماديا من انت. ارقام يعني. ارقام مرعبه يعني. ارقام مرعبه بجد يعني. فاذا انت مش هتروح تجيب يعني احسن ايطالي ولا احسن لما هو الجمهور ما بيقتنعش غير لما بيكون المدرب بيه. اهو عشان خوزيه في ناس جت في ناس ما كانتش اسمها كبير. هو فايلر لما جه النادي الاهلي ما كانش اسمه كانش كبير، ما كانش تقيل قوي يعني. بس درب اندرلخت، درب يعني قصدي ان هو برضه عمل انجاز مع النادي الاهلي. يعني عمل انجاز وشغله كويس، 15 ماتش من غير هزيمه. بس في مدربين كتير انت عملت مصر مش اسامي كبير. ما هو انت برضه ما هو الناس بتعد الناس اللي جات لك كبيره دي.
5 6 بس يعني. بس لما جه فايلر انا قلت نفس الكلام اللي بقوله دلوقتي. انا استنى كانش عنده سي في. ده اللي بنتكلم عليه انك استنيت لما شفته. استنى اشوف هيعمل ايه في النادي الاهلي، هيعمل هيغير ازاي، والراجل نجح من غير السي في اللي هو واو يعني. فاذا ممكن نستنى على خوزيه جوميز ونشوف هيعمل ايه مع مع الزمالك. مع اللعيب هيطور ازاي، هيغير ازاي، هيغير مراكز لعيبه ازاي، هيطور اداء لعيبه ازاي. ممكن ينجح وممكن لا، محدش يقدر يحكم طبعا خالص. طبعا اي مدرب يجي ممكن ينجح وممكن لا ما ينجحش. صح. ودي ظاهره معروفه يعني. طيب الصفقات برضو يا استاذ حسن، خلينا نمسك اهم الصفقات. صفقه عبد الله السعيد انتقدت وبشده عشان 38 سنه. 38 سنه. وانا ردي حاجه واحده بس. اتفضل. عبد الله السعيد له ميزه اساسيه. اولا الزمالك عنده مشكله في وسط الملعب. حلو. مشكله حقيقيه. طب يعني طول الفتره اللي فاتت دي مشكله قائمه في نادي الزمالك. فواضح ان في تعزيز للخط وسط الزمالك. بقى في تخمه دلوقتي في الزمالك الفترة. بيلعب عشان يكسب ولا عشان ياخد بطوله، ولا بيلعب عشان ما ينزلش يكسب وياخد بطوله؟ يبقى انت اول حاجه مفتاح عندك خط وسطك لازم يكون بيبني وبيهاجم ودفاعين وهجومين. ميزه عبد الله السعيد انه صاحب قرار قبل ما الكوره تيجي. حلو. ليه؟ لو عبد الله السعيد هيستلم كوره ويقف عليها ويلف ويروح ويبص لا كده هيبقى خسر كتير طبعا من اهم مهاره عنده. عنده مهاره بتميزه، عنده المخ عن غيره بالاخر يعني. عنده المخ انت هو كوره جايه له هو شايف الملعب او مش بيلمسها ويوقفها. صح. ده بيلعبها بشكل مباشر اللي هو شايفه يستحق التمريره. فدي ميزه عبد الله. بمعنى انه في الحته دي هو مش محتاج يجري كتير قوي. اوكي. لكنه بيخلي زمن الهجمه بتاع الزمالك او هيخلي زمن الهجمه بتاع الزمالك قصير شويه. صح. بقراره السريع ده. اوكي. دي حاجه مهمه جدا. ماشي. انما طبعا 38 سنه انا لما شفته قلت له انت ما شاء الله انت خسيت كده ليه؟ هو خس جدا. لا هو ما شاء الله مركز قوي في الكوره يعني. مركز جدا وعارف يعني قيمه الكوره وقرر. انا اشوف انها يعني بس مش لوحده برضه. طبعا طبعا يعني لو انت جايب عبد الله السعيد عشان يطلع الزمالك يشيل لوحده ده ما ينفعش. صح. ما ينفعش خالص. صح. والا يعني كان في نجوم كتير تروح فرق ويبقى لوحده ده مش شرط يعني. صح جدا. في صفقات طبعا كويسه جدا. انا مقتنع بسيف من اول وهو موجود في الزمالك. سيف فاروق جعفر. انما الناس زعلانه منه عشان راح وبتاع مش عارف. معلش لكن انا بقول بتكلم على كفنيات كمستوى فني يعني. وانا حتى قلت للكابتن فاروق يعني ده ايه ده انت ورثته المهاره يعني. ياسر حمد انا ما شفتوش بس الدوري الهندي زي ما كان وكان تجربه هنا في المصري. بس مش طويله بس تجربه بس برضه ما اقدرش اقيس على الدوري الهندي لان الدوري الهندي مش يعني مش لكن ظهر مع المنتخب في كاس اسيا. ظهر مع المصري شويه يعني شويه لعيب مش كبير 26 سنه فيعني ناصر طبعا هيكون مفيد للزمالك اكيد يعني. محمد شحاته نفس الحكايه وسط الملعب ده هيبقى مفيد للزمالك. مهم جدا ان الزمالك يبقى راجع ويبقى بينافس لان لما تترفع درجه التنافسيه في الدوري ده هيبقى احسن للمسابقه للكره المصريه بشكل عام. احسن للكره المصريه واحسن للمسابقه بشكل عام يعني.